قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف إن وزير الخارجية جون كيري قال لزعيم المعارضة السورية أحمد الجربة إن المعارضة المعتدلة التي يرأسها عليها أن تدرج الفصائل الأخرى وإنها مهمة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. حث الوزير كيري السيد الجربة على مواصلة خطوات التواصل مع الشعب في سوريا ومواصلة توسيع قيادة المعارضة، وناقش في النهاية تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وكان كيري قد زار الشرق الأوسط للضغط على زعماء المنطقة بالتصدي لتهديدات الإسلاميين في الصراعين في سوريا والعراق ومواجهة التهديدات التي يشكلها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وتنحي الولايات المتحدة بمسؤولية الاضطرابات التي تشهدها العراق على قرارات زعماء البلاد واستثناءات الأقلية السنية من الحكومة. وائل جمال، رويترز.